اللقاء 30، قراءة من كتاب دراسات عن الإباضية للدكتور عمرو خليفة النامي. الحدود والقصاص. إن الخاصة الرئيسة المميزة للمذهب الإباضي في هذا المجال هي التعطيل المؤقت للحدود باستثناء عقوبة الإعدام ما عدا الرجم خلال فترة الكتمان. وبالإضافة إلى هذه الخاصة يمكن لنا هنا أن نذكر نقطتين أخريين. النقطة الأولى، بين المذاهب الإسلامية كلها كان الإباضيون وحدهم هم الذين حددوا القراءات التي بموجبها ينبغي أن تدفع مبالغ محددة تعويضا عن إنزال الأضرار الجسدية دون الدامية خطورة، في حين أنه لم يحدد لذلك أي مبلغ من قبل السنة. لقد تركت المذاهب الإسلامية الأخرى مثل هذه الحالات لقرار الحكومة التي تقدر العقوبة، أي مقدار ما يخفضه الضرر المشار إليه بقيمة الرقيق، وهو ما يحدد نسبة الدية التي تدفع. وقد وضع علماء الإباضية بغية اجتناب القرارات غير العادلة من قبل الحكومة مقياسا خاصا لتقدير الأضرار وتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفع تعويضا عنها. ووحدة تقدير الأضرار هي الراجبة، أي عقدة الطرف في الإبهام، أي ما يقرب من بوصة واحدة. وفي القصاص إذا كان ينبغي قتل الرجل عقوبة له لقتله امرأة متعمدا، فإنه يجب على ولي المرأة أن يعيد نصف الدية الرجل إلى أقارب الرجل. وهذا هو الموقف نفسه الذي اتخذه الشيعة الاثنى عشرية. وباستثناء الأمثلة التي ذكرناها أعلاه، قد يختلف الإباضيون ويتفقون في نواح عديدة من نظامهم الفقهي مع هذا المذهب الإسلامي أو ذاك. وما عدا ذلك فلا فارق كبيرا بين الفقه الإباضي والفقه السني بوجه عام. وإذا كان الإباضيون يرون نفس الرأي كالشيعة الاثنى عشرية في بعض المسائل، فإنهم يختلفون عنهم أيضا في نقاط أخرى. ونكاح المتعة على سبيل المثال هي إحدى المسائل التي يرى فيه الإباضيون رأي السنة والفرع الزيدي من الشيعة، لكن الشيعة الاثنى عشرية يعتبرونها شرعية. على أي حال، فقد نوقش بعض هذه المسائل في وقت باكر من قبل المصادر الإباضية كمدونة أبي غانم، وفي عدد من الحالات واجه أبو غانم شيوخه برأي العلماء غير الإباضيين، لكن ردهم كان عادة لا شيء فيهم فيما يقولونه، هم رووا الأكاذيب وأخطأوا في الرواية، إنا لا نتبع هذا الخبر، فقهاؤنا لا يعترفون بهذه الرواية إلى آخر، من غير إرادة أي حجج دعما لهذه الادعاءات. وفي حالات معينة كحالة أم الولد وحالة المكاتب عرضوا حججهم وبراهينهم بالتفصيل، والعلماء المسلمون الآخرون يشار إليهم بعبارة فقهاء قومنا. وعند السماع بالمؤرج شخصيا بأن أبا عبيدة قال وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فقلت أبو غانم له حينئذ يا أبا المؤرج إن هذا قول قومنا. قال قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا، ولكن إنما خالفوهم فيما أخطأوا فيه وكذبوا. كان الإباضيون ينظرون إلى أنفسهم باستمرار بأنهم المسلمون الحقيقيون، وبأن شرعهم هو الدين الإسلامي الصحيح، معتبرين أن مذهبهم هو الممثل الحق للسنة الصحيحة والمتفوق على المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد عبر الشيخ الإباضي محمد يوسف طفيش في العصر الحديث عن هذا الرأي بالكلمات التالية: قولنا صواب ويحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. على أن هذه النظرة الإباضية إلى المذاهب الفقهية غير الإباضية لم تمنع أحد علمائهم البارزين من إدخال مبدأ جديد على الفقه الإباضي بقوله أنه مسموح للمفتين الإباضيين أن يستعينوا بآراء المذاهب غير الإباضية إذا لم يوجد لعلماء الإباضية آراء في تلك المسائل. ونلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في اللقاء 31، والله سبحانه وتعالى نسأله العون والتوفيق والسداد.